السلام عليكم مرة أخرى. Donc, je suis désolé parce que cela tenait à la coupure et je ne sais pas pour quelle raison, Allah m'a la veille. J'étais déconnecté de mon téléphone, c'est pour cela que حبست في النقطة هذه لما كنا نشرح في حكاية لو كونستركتور. Donc, je vais reprendre من النقطة اللي حبست فيها. Eh bien, le fait que le RAI est un ou un type abstrait de données, c'est quoi? C'est un ensemble d'opérateurs. Donc, on va ignorer la question de valeur. L'IMER. لانه قلنا باللي لي فالور هما في حد ذاتهم اون بو لي كونسيديري كوم دي زوبيراتور علاش كوم دي زوبيراتور 0 ار لما نقولوا يا جماعه 0 ار معناته ما عندهمش دي زارغيمون 0 ارغيمون هذا في الالجبر هكذا نقولوا لها دونك هنايا لو 0 ما نمدوا له والو يمد لنا ان ناتورال كي لو 0 ماهيش كيما لو بلوس يدي نات نات وكل خطره يمد لنا نات باسكو سي بارامترابل هاي حكايه البارامترابل عنده دي بارامتر دونتري على حساب لي بارامتر دونطري يمد لنا لو بارامتر دو سورتي ولا يمد لنا لا فالور دو ريزولتا بالنسبه للزيرو واللي هو نورمالمون سي فين فالور حنا واش نكونسيديريوه في لي تيب ابستري دو دوني نكونسيديريوه اوسي كوم ان اوبيراتور وين ما عندوش دي فالور دونطري زيرو اي ويمد لنا ان فالور دو سورتي ولا ان فالور ريزولتانت واللي هو لو ناتورال ميم شوز اي با بعدين قلنا باللي دركا خلاص اون فا رومبلاسي لي فالور par des opérateurs ou هذوما les opérateurs en effet واش نسميهم les constructeurs علاش parce que ils vont construire les objets نتاعنا لما نقول هنا objet نقصد بها les valeurs نقصد بها les valeurs parce que مازال ما شفناش la notion d'objet رانا في les types abstraits de données زعما مازال ما نعرفوش la programmation orientée objet dans ce cas à chaque fois نقول valeur objet نقصد بها valeur même chose pour 1 même chose pour 2 même chose pour 3 Bien sûr, ce n'est pas pratique en nous ayant un nombre infini de constructeurs. Donc, nous avons par exemple un constructeur qui crée la valeur 0. Et nous avons un opérateur qui va générer la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4, la valeur 5, et ainsi de suite. Et nous les valeurs qui sont des valeurs successeurs. Nous avons 0. وعندي ال1 هو السكسيسور تاع 0 معناته il suffit de définir un opérateur جديد نسميه successeur هذا السكسيسور دركا ما اسموش 1 اسمه successeur واش يهز يمدوا له كوم بارامتر اون فالور وهو يمد لنا اون اوتر فالور اذا كان مدينا للسكسيسور 0 واش عاد يمد لنا 1 اذا كان مدينا له 1 مد لنا 2 اي انسي دو سويت سا فا دير كوا اتونسيون معناته من بعد واش يعود عندي يعود عندي لو سكسيسور نتاع واه نتاع زيرو هو الاف هو الاف المعنى نتاعو هنايا نرجعو لحكايه السينتاكس والسيمونتيك معناته انت السكسيسور زيرو انت تفهمو ا بصح هو كيفاش يتكتب لنا يتكتب لنا السكسيسور زيرو نروحو للدو الدو واش هو هو السكسيسور نتاع واه نتاع الاف مي ما كانش حاجه اسمها ا هذا الفهم نتاعك هنا انت واش فاهم لا سيمونتيك نتاعك انت واش راك تفهم نتا ان مي كيفاش يتكتب الشكل نتاعو يتكتب سكسيسور 0 دو هو واش هو سكسيسور دو كوا دو سكسيسور دو 0 اي انسي دو سويت سا روسومبل ان بو ا كوا ابي واش تشبه تشبه الحكايه القديمه نتاع البار باللي عندنا في الباديه 0 ومن بعد عندي بار ومن بعد عندي دو بار ومن بعد عندي 3 بار ومن بعد عندي 4 بار اي انسي دو سويت واللي هو التعداد البدائي بدائيا كيفاش كنا نحسبو نحسبو بالطريقه هذه ومن بعد كيفاش هذوما الا سون دي ريبريزونطاسيون حنا نبسطوا الامور نريبريزونتيهم بالطريقه هذه الفكره الرئيسيه واللي هو اون اوتيليزون ان كونستركتور افيك بارامتر اون اوتيليزون ان كونستركتور افيك بارامتر On aura besoin d'un seul constructeur, ou par exemple le constructeur 0, et d'un deuxième constructeur, ou le constructeur qui va prendre un paramètre. Le TAD NAT, le TAD NAT, comme un ensemble d'opérateurs, خلاص, un circuit de valeur, mais quelle chose est ma valeur dans le TAD un ensemble d'opérateurs, هذوما les opérateurs واش فيهم؟ فيهم le 0, c'est un opérateur constant, ou هو c'est le constructeur de 0, c'est lui qui construit 0, il ne prend aucun argument, il me donne un NAT, وعندنا le deuxième opérateur
qui est un opérateur qui permet de construire le reste des valeurs, ou les huwa successeur, de quoi? D'un certain nat, il met un autre nat. Il y a quand même le 0, il met le successeur 0. Il y a quand même le successeur 0, il met le successeur 0. Il y a quand même le successeur 0, il met le successeur 0. Et ainsi de suite. Et bien, tu as dit 0, 1, 2, 3. Et tu as dit que tu as dit que tu as dit comment on va représenter ça, comment on le représente dans les types absolus de données. وما تتعجبش كي نحكيو بالطريقه هذه لانه انت الزيرو تشوف فيه زيرو بصح هو الى ريبريزونتي كوم سا بار اكزومبل ال1 تشوف فيه 1 اوكي مي هو الى ريبريزونتي كوم سا ال2 تشوف فيه 2 مي هو الى ريبريزونتي كوم سا اي ان سي دو سويت هنا سيتي ريبريزونتاسيون بينير وهنا سيتي ريبريزونتاسيون دو تيب ابستري دو دوني جيسبر كو سي كلير الفكره هذه معناته هنا متعودين عليها برك ما نتولهولهاش معناته كاينه حاجه احنا في روسنا الفهم هو 0 1 2 3 4 5 ان سي دو سويت بينما لي تيب ابسي دو دوني بار اكزومبل ناتا 0 سكسيسور 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 في البينير هاي كيفاش هم كيفاش لي فالور هذوما ريبريزونتي ان سي دو سويت سا فو دير لو تيب ابسي دو دوني نات عندنا دو زوبيراتور وهذوما لي زوبيراتور كافيين باش يخدموا لي جميع القيم نتاع نات بعدين واش يجيو يجيو دي زوبيراتور كو جو في ابليكي على نات واللي هما لو بلوس لو موا لو مودولو لا ديفيزيون اونتيير اي انسي دو سويت وهذوما هنا شفنا كيفاش نخدمو لهم لي 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 سيناتور تاعهم دومين كو دومين اوكي اتونسيون لحد الساعه رانا مازال ما حكيناش على وجهه لا سبيسيفيكاسيون الجبريك رانا نحكو الا على لا نوسيون دو تيب ابسي دو دوني قلنا قبيلاتي ان تيب ابسي دو دوني سي ان انسومبل دو فالور بلس اوبيراتور دونك خلاص الغينا لا نوسيون دو فالور عاد ان تيب ابسي دو دوني سي كوا سي تو سامبلومون ان انسومبل دو اوبيراتور هذوما لي زوبيراتور واش نميزو فيهم نميزو فيهم دي زوبيراتور سبيسيفيك نسميوهم لي زوبيراتور كونستركتور لي كونستركتور هما نفسهم لو كونسيبت دو كونستركتور اللي من بعد استعملناه في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي هذا واش يسمح لنا يسمح لنا باش نكرييو دي زوبجي اللي نسميوهم لي زانستانس اللي نسميوهم لي رياليزاسيون وفي لي تيب ابسي دو دوني هذو هما لي كونستركتور واش يخلقوا لنا يخلقوا لنا لي فالور ولي فالور هما لي زوبجي في لو كان تاع لي تيب ابسي دو دوني هما لي زانستانس في لو كان تاع لي تيب ابسي دو دوني دونك ان تيب ابسي دو دوني سي كوا سي ان انسومبل دوبيراتور هذو هما لي زوبيراتور واش فيهم فيهم دي زوبيراتور كونستركتور اوكي مادام كاينين لي زوبيراتور كونستركتور معناته كاين ان اوتر جونر دوبيراتور هذوما لي زوبيراتور نرمزو لهم لي زوبيراتور سي يل بيرميت دو كونستروير و لي زوبيراتور اللي ما يزيدوناش دي نوفيل فالور وانما يسمحوا لنا باش نديروا لا كونسلطاسيون دي فالور اكزيستون نسميوهم لي زوبيراتور انسبكتور 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 وهذا ما واش نسميهم لي زوبيراتور كونستركتور معناته كاينين دي زوبيراتور كي كونسترويز وكاينين دي زوبيراتور كي انسبكت واحد اللي شاف معانا اللي يكون نتاع لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي هذه المفاهيم ماهمش غريبه الانسبكتور هو اللي نسميوهم في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي لي سيتر اي لي جيتر فوالا باردون لي سيتر اي لي جيتر سا فو دير فوز افي pardon, pas de EU, c'est un get. Donc vous avez les setters et les getters. Donc les setters et les getters, fait la programmation orientée objet, hum, les inspecteurs, fait le cas des types abstraits de données. Les constructeurs, les constructeurs, fait la programmation orientée objet. Ça veut dire que c'est le même nom, on utilise le même concept ou bien le même nom. سؤال, نسألو لكم انتوما, est-ce que ممكن يكون عندي un TAD ما فيه aucun constructeur فيه الا des inspecteurs c'est impossible ما تجيش impossible un construct un type abstrait de données sans constructeur est un type abstrait de données non réalisable لانه احنا لو تيب ابستراكت دو دوني نحاولوا يعودوا عندنا دي فالور يحاولوا يعودوا عندنا دي زوبجي نحاولوا يعودوا عندنا حوايج ملموسين sans constructeur on peut pas avoir des valeurs, on ne peut pas avoir des objets. Wabiteli, ma tjish.
Donc, un type abstrait de données, il y a des constructeurs. Est-ce que le type abstrait de données, il y a des inspecteurs? En effet, non. Nous, je les ai. Le type NAT fait des constructeurs, le 0, le successeur. Le plus, le moins, la division. Le modulo, le modulo et la division. Les opérateurs, nous voyons comme des constructeurs. لماذا نقدر نشوفهم كوم دي كونستركتور لانه لو بلس لو كان تمد له 0 وتمد له باردون لو كان تمد له ا وتمد له ا مثال ا و ا واش يمد لك يمد لك 2 و 2 ما كانتش كاينه في لو تيب معناته لو كان حنايا لو تي ادي نات هذا واش نكرييو نكزيكوتيو عليه 0 يعود عندنا 0 نكزيكوتيو 6 يعود عندنا ا نزيدو نكزيكوتيو 6 على 0 يعود عندنا ا اخر يعود عندنا 2 ا من بعد لو كان نهز لو بلس ونمد له أ ونمد له أ وش يمد لي يمد لي دو تنزاد هنا صافي دير كو لو بلوس هذا اون ايفي سي ان كونستركتور لو موا سي ان كونستركتور لو مودولو il peut être aussi un constructeur la division elle peut être aussi un constructeur ومنه on peut avoir un TAD uniquement avec des constructeurs كيما يقدر يكون عندنا une classe avec uniquement des constructeurs. Mais en effet, dans le cas des classes, ça n'a pas de sens. Nous, en effet, nous allons voir, nous allons voir l'objet ou la classe, nous allons voir l'objet ou la classe, nous allons voir l'objet, marquer le sujet, et nous allons voir uniquement des constructeurs dans une classe. C'est syntaxiquement. Rien n'empêche. Mais le problème, c'est que nous, en général, un objet, c'est une entité qui offre des services. Il nous donne des services. Il nous donne des services. معناته لوبجي هذا il doit exécuter des opérations هو كي يتكري خلاص اوكي من بعد نعاودو نكزيكي هو يكزيكوتي ولا يعاود يكزيكوتي دي زوبيراسيون يبان هذوك لي زوبيراسيون ماهمش دي كونستركتور هذوك لي زوبيراسيون هما دي سيتر ولا دي غاتر كي فون موديفي لي با دو سيت اوبجي لا جيسبر كو هذوما الاسئله راني نسالهم ساعه على ساعه باش نوضحوا واحد الامور اللي ممكن ما تتولهولهاش نتوما دونك ان تيب ابسيد دوني سي ان انسامبل دو فالور plutôt c'est un pardon c'est un ensemble d'opérateurs les opérateurs هذا ممكن يكونوا des constructeurs ممكن يكونوا des inspecteurs en effet un type abstrait de données ما يقدرش يكون sans constructeur par contre un type abstrait de données يقدر يكون avec uniquement des constructeurs sans inspecteur حاجه اخرى دركا باللي لحد الان رانا مازال ما حكيناش على لي سبيسيفيكاسيون الجبريك رانا مازلنا نعرفوا برك لو تيب abstrait de données بدينا بلي تيب ابسيد دوني بلي سي تان كونسيبت ابستري كي ديفيني انديبوندون دو انديبوندامون دو لا ماشين من بعد زدنا روحنا لقدام قلنا لو تيب ابسيد دوني ال اسوسي دي اوبيراتور ا دي فالور من بعد زدنا مشينا شويه قلنا بلي لي فالور هذوما نقدروا نيوريوهم اون كونسيديريوهم كو دي اوبيراتور وهما يمثلوا لنا دي اوبيراتور ان بو سبيسيفيك واللي هما لي كونستركتور ومن بعد الاخرين واللي ماهمش دي كونستركتور نسميوهم دي انسبكتور ومن بعد تسائلنا اسكو ان تي ادي لازم يكون فيه دي كونستركتور الجواب وي ابسولومون وي ما نقدرش ما يكونش فيه ومن بعد رحنا لي انسبكتور لي انسبكتور المهمه نتاعهم هي ما يكريوناش دي زوبجي وانما يزيدوا لنا وانما نكونسلتيو بهم برك ليطا ولا دي كاركتيرستيك دي زوبجي هذا بالنسبه لو تي ادي نات قبل ما نروحوا ثاني لا سبيسيفيكاسيون الجبريك On peut considérer des TAD célèbres, réellement. Ou les voit par exemple le TAD pile. On a besoin de mettre des exemples, les gars. Pile. Le TAD pile. Attends, je vais voir qu'il y a des commentaires. Ah, ok, vous êtes en train de taguer. Ok, d'accord. Ok, très bien. Si on prend un deuxième exemple, rana mazal ma lhaqnach la spécification algébrique. بالنسبه للجماعه اللي ممكن يلحقوا معنا درك رانا مازال ما لحقناش رانا قاعدين نطولوا في البال ونمدوا دي زيكزامبل برك دون سو كا بالنسبه لا بيل اون بيل سي كوا اون بيل ولا لو تي ا دي بيل واش معناته سي ان انسامبل دو فالور مي اتونسيون لي فالور هنا يا جماعه واش هما دي فالور دي بيل واللي تبدا بلا بيل فيد ما فيها والو ومن بعد لا بيل اللي فيها
عنصر واحد ومن بعد لابيل اللي فيها زوج عناصر ومن بعد لابيل اللي فيها ثلاث عناصر ومن بعد لابيل اللي فيها اربع عناصر اي انسي دو سويت هذا هو لو تي ادي بيل نتاعنا ولا هذا هو لو تي بيل نتاعنا يعني هذا يعني هاك ما تشوفوا يشبه لو تي بنات 0 1 2 اي انسي دو سويت اوكي هذا سي لو تي ادي بيل وهذا سي لو تي ادي نات سي سولمون بور فو دير بلي نيمبورت كيل تيب نيمبورت كيل تيب اي تيب كاين في الدنيا هذه اي مجموعه من العناصر نقدروا نشوفوهم كوم ان تيب ابسيدوني واش معناتها نقدروا نشوفوهم كوم ان تيب ابسيدوني صافا دير نقدروا نحوسوا واش ماك لي زوبيراتور ونعبروا على لو تي ادي هذا ولا على لو تيب هذا الا بان انصومبل دوبيراتور هاكم شفتوا لو ناتوريل يا اخي 0 1 2 3 من بعد كيفاش عبرنا عنه عبرنا عنه بلي زوبيراتور هذوما واللي هما 0 سكسيسور ومن بعد ان انصومبل دوبيراتور بور يوتيليزي لو تي ادي نتاعنا ولا لي فالور نتاعو نفس الشيء هنا عندنا لو تي ادي بيل لا بيل فيد اونسويت عندنا لا بيل كي كونتيان ان سول اليمون ومن بعد عندنا لا بيل كي كونتيان دو اليمون ومن بعد عندنا لا بيل كي كونتيان 3 اليمون لا بيل كي كونتيان 4 اليمون اي انسي دو سويت كيس كون فوا واش نشوفو هنا يا جماعه نشوفو زوج حوايج انا هنا نحوسكم تستنتجو زوج حوايج معايا الحاجه الاولى هي لا بيل فيد حكايه لا بيل فيد واللي تشبه للزيرو العنصر صفر وهذه كاينه ديما في اي مجموعه من العناصر اون جينيرال نلقاو العنصر هذا العنصر الماس ولا العنصر السلبي ولا العنصر الفيد هذا هذه وحده الحاجه الثانيه معناته لا بيل فيد اليكزيست الحاجه الثانيه واش نشوفو نشوفو باللي من بعد تعود عندنا بيل عندها اليمون بيل فيها دو اليمون بيل فيها 3 اليمون بيل فيها 4 اليمون اي انسي دو سويت ايوا عندنا لا نوسيون دي ليمون عندنا لا نوسيون دو دي ليمون هذه لا نوسيون دي ليمون هو لو تيب اللي يتخبى هنا هنا عندي لي ليمون 0 هنا يعود عندي لي ليمون 0 لو ليمون 1 هنا يعود عندي لي ليمون 0 لي ليمون 1 لي ليمون 2 هنا يعود عندي لي ليمون 0 لي ليمون 1 لي ليمون 2 لي ليمون 3 اي انسي دو سويت معناته باش احنا نعرفوا لو تي ادي بيل نحتاج يعود عندنا ان سيرتان نتيب نتاع لي زيليمون هذوما اي با هذوما لي زيليمون ينتميو لانوتر تي ادي وهذه هي النقطه اللي نحوس نلحق لها باللي ان تي ادي ممكن باش نعرفوه نحتاجو انوتر تي ادي مثال لو تي ادي بيل باش نعرفوه نحتاجو ان اوتر تيب دو تي ادي ولا ان اوتر تي ادي واللي يكون مثال لو تي ادي نات وتعود لنا لابيل هذيا سي لابيل دي نات اي با لابيل دي نات واش هي هي مجموعه العناصر نتاعها واشهم يا اما هو لابيل الفارغه لابيل فيد يا اما هو لابيل اللي فيها ان ناتورال واحد يا اما هي لابيل اللي فيها دو ناتورال 3 ناتورال 4 ناتورال اي انسي دو سويت اي بان دروك نروحو لي زوبيراتور هاي نعاودو نطبقو عليها نفس المبدا اللي درناه هنايا بالنسبه لو تيب نات هاي يا جماعه نفس المبدا ها لو تي ادي بيل نات واحد يقول لي وعلاش نسميوها يا استاذ بيل نات وعلاش ما نسميوهاش بيل اليمون وخليها اليمون هذه مفتوحه ممكن يعودوا عندنا بيل ناتورال ولا بيل ريال ولا بيل دي كاركتير ولا بيل بيرسون ولا بيل نتاع لي ستوديون ولا لا بيل دي انستركسيون ولا لا بيل لي فاريابل ولا لا بيل دي اكزيكوسيون سميها واش سميها وعلاش نقول اي با اوكي نقدروا نديروها وانما لو كان ما تعودش بيل نات نعودوا ماناش نخدموا في لي تيب اب ستري دو بانيفو وانما نخدموا في لي تي ادي جينيريك لي تي ادي جينيريك واللي هو واحد من المفاهيم اللي شفناهم في لو كور نتاع تيب ابسيدوني انا في البداية خلاص قلت لكم في لاباج اون هذه قلت لكم لو كونسيبت اونيشيسمون مي حنا قرينا دو كونسيبت قرينا لو كونسيبت دونيشيسمون
وقرينا لو كونسيبت انريشير باردون اسي سيت ان اي انريشير وقرينا لو كونسيبت دو جينيريسيتي التعميم جينيريسيتي لو جينيريسيتي هو لما يعود عندي ان تي ادي كيما لو تي ادي بي وين العناصر نتاعو هذوما مش واضح لو تيب نتاعهم ممكن يكون لو تيب نتاعهم ناتوريل ممكن يكون لو تيب نتاعهم ريال ممكن يكون لو تيب نتاعهم مهما يكون درك نعطيك مثال نتوما قريتو في الالغوريتميك نتاع برومي سيمستر لقيتو لي ستركتور دو دوني وقريتو لي بيل ولي ليست ولي زاربا مي كي كنتو تخدمو لي تيبي واش كنتو ديكلاريو ديكلاريو ان بيل دونتيي ان ليست دونتيي ان اربر دونتيي اوكي هادو هما لي تيب ابستري دو باز بينما احنايا في لي تيب ابستري جينيريك يعودو عندنا حاجه نسميهم لي تومبليت ولا لي موديل تعود عندنا اون بيل ديليمون اليمون هو لو تيب نتاع لي زيليمون تاعها يعني تقدر انت ديفيني اون بيل جينيريك انديبوندون دو تيب نتاع لي زيليمون تاعها ومن بعد دير عليها دي انستانس هذا الشيء يا جماعه رانا شفناه في الكوره ارجعوا للكور نتاع البريزونسييل تلقاو مدينا دي زيكزامبل بالنسبه للجماعه اللي تقول رانا ماناش فاهمين ونحتاجوا ريفيزي وتن ارجعوا ريفيزي شويه في الكور نتاعك نورمالمون بوزالي كومبروندر با مال دو شوز باسكو جي كي شرحناها في الطابلو معليش نعاودوا نرجعوا لو تي ادي بي النات ونحاولوا نديروا له لي زوبيراتور بنفس الطريقه اللي درنا لي زوبيراتور نتاع لو تيب لو تيب نات دركا تي ادي نات اي با عندنا زيرو تقابلها لا بيل فيد ها لا بيل فيد لوبيراتور الاول هذا لوبيراتور واش يكري لنا بيل فارغه لو تيب بيل لو تيب هو بيل ولا بيل تي ادي ومن بعد هاجمع العنصر اللي فيه بيل وحده بليطو العنصر البيله اللي فيها اليمون واحد هي نفسها اللي فيها ا في النات يا اخي في النات سمينا له سكسيسور زيرو هاش فيه سمينا سكسيسور زيرو ايوا بينما في البيل واش نسميوها كاين ان اوبيراتور يفوتنا من البيل فيد لا بيل هذه هو الاوبيراتور اون بيل تفكروا لو موديل الغوريتميك اون بيل هذه اون بيل واش نمدوا لها كوم بارامتر نمدوا لها اون بيل واش نمدوا لها لا فالور رايحين نمبيليوها واش تمد لنا اون بيل ما عادتش لا بيل فيد عادت فالور ها دونك كي تعود عندي انا لا بيل فيد وتعود عندي لوبيراتور اون بيلي نهز لا بيل فيد ونهز اون فالور تخرج لي اون بيل فيها عنصر واحد ايوا تكريا لي هذا العنصر وتكريا لي هذا العنصر يبقى هنا واش راهم عندي لي كونستركتور يبقى لو كونستركتور بيرميت دو كريي لا بيل فيد ensuite permettre de créer une pile qui contient un seul élément ha la pile vide هذه تزيد لها ان élément تخرج لك la pile اللي فيها deux éléments واش دير هي la pile اللي فيها élément واحد وتزيد له ان deuxième élément la pile اللي فيها trois éléments هي la pile اللي فيها deux éléments وتزيد لها ainsi de suite هاي باش تفكرنا يا جماعه راهو كلش يشبه لبعضه هاي successor سكسيسور 0 سكسيسور 1 سكسيسور 2 سكسيسور 3 والاخرى امبيلي لا بيل فيد اليمون امبيلي لا بيل كي كونتيان اليمون دوزيام اليمون اي انسي دو سويت اي هذوما يسمحوا لنا باش نكريو توت لي بيل بوسيبل ناتوريل اوكي معناته ان تيب ابستري دو دوني ساعات يحتاج لنا ان اوتر تيب كيما لو تيب تي ادي بيل يحتاج ان نديكلاريو نات اونسويت فو بوفي اجوتي دوتر اوبيراتور اللي هما لي زوبيراتور سيليبر اللي قريتهم في الالغوريتميك نتاع لا بيل دي بيلي نمدو لها اون بيل ودي بيلي لنا اليمون واش تمد لنا اون بيل اتونسيون دي بيلي يا جماعه ما عندهاش ان بارامتر دونطري غير لا بيل واحد ساعات هنا يدير لها نات نو نو دي بيلي هو ان تنحلك للصومي ديريكتومون دي بيلي سي ان اوبيراتور كي دي بيل لو صومي وفضت الحكايه اونسويت كاينه بيل فيد ولا تيست فيد هنا تيست فيد واش نمدوا لها نمدوا لها اون بيل وتقول لنا اسكو لا بيل الي فيد او نو بوليان
Ensuite, donc vous avez des piliers, sommet, mettez-le une pile ou de consulter. C'est une opération de consultation. Mettez-le l'ensemble qui est présent au sommet. Voilà, ce sont trois opérateurs. Je dis, qu'est-ce que nous remarquons? Est-ce que ce sont des opérateurs, là, des constructeurs ou là, des inspecteurs? Inspecteurs, c'est le consulter. On va commencer par le premier. Il y a des piliers. C'est des piliers. Des piliers. Quand on met ça, on met la ville. Quand on met ça, on met ça. Et ainsi de suite. En général, l'opération des piliers, nous pouvons considérer comme un constructeur. Qui nous pouvons considérer comme un inspecteur? Mais c'est مشكل. Mais الراجح انها ان كونستركتور لانها البيرمي دو كونستروير دوتر زوبجي. واش معناته؟ سيبوزون انا عندي هذا ليليمون، هذا ليليمون تكريا من بعد كي هذا ليليمون كي نزيد له هذا كي نزيد له ليليمون او 1 عندنا او 0 ومن بعد كي نزيد له او 1 واش يصرى هنا؟ يا جماعه هنا هذا ليليمون ما عادش كاين، سي بون الى ديسباري. كي نعاود ندير دي بيلي واش يصرى؟ يعاود يخرج لي هذا او 0 يعاود يرجع لي او 0 او 1 سورا دي بيلي يبقى لي او 0. دون سو كا دي بيلي سي ان كونستركتور. بينما تيست فيد بيل بوليان شوفوا لو تيب دو روتور هو يقول لكم اسكو سي ان اسكو سي ان كونستركتور ولا سو ني با ان كونستركتور. ها هو بوليانات دونك سو ني با ان كونستركتور. يعني الصومي ما تكريلكش بيلا جديده، الصومي تبدلها بيلا كاينه وهي تقول لك لي ليمون اللي كاين في الصومي نتاعها. تيست فيد تمد لها ان بيل وهي تقول لك اسكالي ليبر بلوتو اسكالي فيد او نون فيد. يبقى هذوما واش نسميوهم؟ نسميوهم دي زانسبكتور. سافي دير ايسي اون ا تروا كونستركتور و اون ا دو زانسبكتور. اي حاجه اخرى لو تيب ابستري دو دوني بلوتو لو تيب ابستري دو دوني بيل نات واش يحتاج باش يتعرف؟ يحتاج لو تيب نات ويحتاج لو تيب بول. وبالتاكيد هو عاد يديفيني لنا لو تيب بيل. معناته لو تيب بيل نات واش يحتاج لنا؟ نات لانه لي زيليمون تاعو على بيل لو تيب تاعهم نات. يحتاج بول لانه بول هو لو تيب دو روتور نتاع لوبيراتور تيست فيد. ويحتاج لنا وبيان سير هو الفاجينيري دي بيل. اوكي رانا ديما في قاعدين نمدو دي زيكزامبل على لا نوسيون دو تيب ابستري دو دوني، la notion d'opérateur, la notion de constructeur, la notion d'inspecteur. Je répète, Billy, la notion de constructeur et la notion d'inspecteur sont les concepts que nous avons dans la programmation orientée à objet. Je vais vous poser une question. Tout le monde l'a fait dans le cours. Nous avons par exemple, dans la programmation orientée à objet, on a le concept de constructeur, inspecteur, destructeur, mais dans le type abstrait de données, on n'a pas la notion de destructeur. هنا ما كانش ديستركتور تو سامبلومون باسكو لو ديستركتور سي ان كونسيبت لي على لامبليمونطاسيون لي على بروغراماسيون سي دو لا بروغراماسيون. ديستركتور فو دير ليبيري ليسباس ميموار. تي ادي سي تيب ابستري دو دوني ما عندوش علاقه بلا ميموار. تي ادي سو ني با كيلكو شوز دامبليمونطاسيون سي دو لابستراكسيون سي لا بارتي تيوريك. هاكم تشوفوا سي دو لالجبر ودرك من بعد كي نروحوا للسبيسيفيكاسيون الجبريك نزيدو ندخلوا لا بارتي لوجيك دون لا بارتي اكزيوماتيك. Donc, c'est pour cette raison que la notion de destructeur n'a pas de sens pour la spécification algébrique, n'a pas de sens pour les TAD, parce que déjà, il n'y a pas d'espace mémoire, on ne manipule pas de la mémoire, on n'est pas en train de programmer sur la machine, mais plutôt on est en train de décrire de manière abstraite en utilisant le langage mathématique, algébrique et logique. D'accord? J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Donc, je vais maintenant passer à l'autre partie. Donc, pas de commentaires. Inch'Allah, tout marche bien. Nous avons 34 personnes qui sont en train de voir. Donc, on peut s'arrêter, bien sûr, et répondre. Donc, maintenant, regardons les spécifications algébriques. بدينا نحكي على السبيسيفيكاسيون الجبريك مي ما بديناش ومن بعد رحنا عاودنا رجعنا لحكايه التي ادي باش من بعد نسهلوا لا سبيسيفيكاسيون الجبريك. لا سبيسيفيكاسيون الجبريك ما هي؟ هي طريقه باش نوصف بور ديكرير لو تيب ابسيد دوني. واش نقولوا لا سبيسيفيكاسيون الجبريك؟ لا سبيسيفيكاسيون الجبريك الي كومبوزي دو دو بارتي. كاينه ان بارتي سينتاكسيك تقريبا هنا شفناها سينتاكسيك وكاينه ان بارتي سيمونتيك. Une partie sémantique.
كاينه لا بارتي سينتاكسيك وكاينه لا بارتي سيمونتيك. لا بارتي سينتاكسيك واش فيها؟ هي نقدر نقولوا لا ديكلاراسيون دو كوا، لا ديكلاراسيون دو تي ا دي، نقولوا جونر كيما كلاس تيب، اون يوتيليز لو مو جونر، لو نون تاع لو تي ا دي. هوك هذا تي ا دي، تي ا دي بيل، تي ا دي نات، تي ا دي بيل نات، تي ا دي فيل، تي ا دي بوليان، انسي دو سويت. بعد هذا لو جونر كيما لو جونر تي ا دي بيل نات، واش استخدم؟ نات بول اي بيل. ايبا هذا وشي نسميوهم لي سورت. لما نقولوا سورت هي تيب، هي المجموعات المستعمله. بار اكزومبل اي سي سورت هما نات وبول. هنا سو سون لي تيب ايتونيزي، اي فوز الي دوني لو تيب 1 لو تيب 2 واللي هما دي تي ا دي كي اكزيست ديجا. مثال انت تحاول تستخدم في اللونجر سي، دير استراكت استراكت ايتوديون، ان ايتوديون اللي كومبوزي دان نو كي سترينغ اي دون دات دو نيسونس كي دو تيب دات. اي با بالنسبه لينا سترينغ وبالنسبه لينا دات هما لي سورت نتاع لو جونر ايتوديون. اوكي وبعدين واش يجيو؟ يجيو لي زوبيراتور ولا تجي بروبرومون ديت لا بارتي سينتاكسيك واللي هي لي ديفيرونس اوبيراتور. شاك اوبيراتور واللي هو لوبيراتور، لوبيراتور 1 لو دومين، لو كو دومين، اوبيراتور 2 دومين اي كو دومين اي انسي دو سويت. هذا الشيء تقريبا رانا مديناه بطريقه غير مباشره بالنسبه لوكا نتاع لو تيب ابستري دو دوني بيل دو ناتورال، بالنسبه لوكا نتاع لو تيب ابستري دو دوني نات. ها مديناه دي زيكزامبل قبل حتى ما نقراو على لا سبيسيفيكاسيون الجبري. الحاجه الوحيده اللي تزيدها انتايا هو انك تسمي لو تيب نتاعك جونر، وشو لو جونر نتاعك، واش هم لي سورت اللي خدمت بهم اذا كانوا كاينين دي سورت، ومن بعد تمد لا سينتاكس نتاع لي ديفيرونس اوبيراتور. اذا كان تحوس تبين للشيخ باللي راك فاهم، قول باللي هذوما سو سون دي كونستركتور، هذوما سو سون دي انسبكتور، بور مونطري ا لونسينيون او بيان ا سولوي كي تيكزامين باللي راك فاهم مليح واش راك تخدم. نروحوا لابارتي لا بلوز امبورطون واللي هي لا سيمونتيك. لا سيمونتيك واش معناتها بالعربيه؟ هو المعنى، يعني هي لا سينيفيكاسيون. لا سينيفيكاسيون دو كوا؟ لا سينيفيكاسيون دي زوبيراتور، معنى العمليات. هذا المعنى كيفاش نعبروا عليه؟ باسكو حنا رانا نحكيوا على ديسكريبسيون، كيفاش نعبروا عليه؟ هناك عدة طرق للتعبير على معنى الأشياء ولا على معنى لي زوبيراتور، كيما حكينا في لو ديرني كور تاع لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. دونك في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي لي ميثود اللي هنا نسميهم دي زوبيراتور، المعنى كيفاش نعبروا عليه؟ نعبروا عليه بالالغوريتميك. شفتوا كيفاش؟ الغوريتميك، يعني هذه هي وين في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. سافو دير في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي معنى لي ميثود نعبروا عليه بالالغوريتميك. معناته اذا كان عندي انا لوبيراسيون انسيري انسيري ان اليمون او، هذه كيفاش نعبر عليها بالالغوريتميك؟ نعبر عليها بالطريقه التاليه. اولا لازمتك دير لالوكاسيون نتاع ان زون ميموار افيك مالوك ولا افيك نيو، ومن بعد تي دو اجوتي لي ليمون تاعك ثم، ومن بعد اذا كان لاجو يندير في لافين تاع لا ليست تي دو اونشيني لي ليمون تاعك مع لو ديرني ايليمون اللي كان كاين. هذاك اخر ايليمون اللي كان يبوينتي على نول يعود لو سويفون تاعو ما يبوينتيش على نيل، وانما يبوينتي على لي ليمون او، ولو سويفون نتاع او يعود نيل. واش قاعدين نشرحوا هنايا يا جماعه؟ رانا قاعدين نمدوا في معنى لوبيراسيون انسيري، مي كيفاش قاعدين نمدوا في المعنى نتاعها؟ قاعدين نمدوا في المعنى نتاعها دو مانيير الغوريتميك. الان رانا نخدموا في لي سبيسيفيكاسيون الجبريك، ماناش نديرو في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، وماناش نديرو في الالغوريتميك. هنا المعنى كيفاش نمدوه؟ المعنى نمدوه اون يوتيليزون لا لوجيك، ونقولوا باللي المعنى هذا نمدوه سو فورم داكسيوم. اكسيوم، اكسيوم واش معناته بالعربيه؟ معناته بديهيات. واش سافو دير كوا؟ كو لا سينيفيكاسيون دي زوبيراتور ولا دي زوبيراسيون
كيفاش نعبروا على المعنى نتاع لي زوبيراتور هذوما ولا لي زوبيراسيون، يا اما نعبروا عليهم بلا الجوريتميك، يا اما نعبروا عليهم بطريقه اخرى بلا لوجيك، واللي هما دي زاكسيون اللي رايحين نشوفوا فيهم درك. هذه ولا هذه راهي توصل لنا نفس الشيء. يعني نورمالمون بالنسبه لليتيديو نورمالمون كي يشوف الالغوريتم ولا كي يشوف لي زاكسيون لازمته يفهم نفس الشيء، يفهم المعنى. السؤال واحد يقول لي وعلى واش حنايا نكسروا روسنا، بوركو اون سو كاس لا تيت اي اون في لي زاكسيون اي اون في لا لوجيك اي اون اكسبريم تو سا سور لي زوبيراتور. الفائده هما زوج فوائد، انا جاوبت عليه من قبل السؤال هذا، مي معليش نعاودوا نطرحوه ونجاوبوا عليه. كاين زوج فوائد. الفائده الاولى اون جينيرال يقول باللي لما نخدم انا بلا لوجيك كي ان لونغاج ماتيماتيك نورمالمون ما يعودش عندي ان بروبليم دو بريسيزيون، يعود الاجابه نتاعي دقيقه ويعود التحليل نتاع الرياضي دقيق ما فيش غموض وواضح. هذه الايجابيه الاولى، معناته نقص الاخطاء، سي دو ريدوير لو طو ديرور. لو دوزيام افونتاج هو انه كاينين طرق باش انطلاقا من لا سبيسيفيكاسيون اي لا سينيفيكاسيون فيت اون لوجيك نمدوها لا ماشين كيما راهي وهي تحولها لنا الالغوريتميك. هذا لو دوزيام افونتاج دو ريديجي دي سبيسيفيكاسيون اكزيوماتيك او بيان دو بريزونتي لا سيمونتيك دي زوبيراتور دو مانيير الجبريك او بيان دو مانيير اكزيوماتيك اون اوتيليزون لا لوجيك دو بريديكا. اوكي، هذا جانب. الجانب الثاني حنايا معناته درك خلاص اون فا با فير دو لالغوريتميك، هذه ناجلوها للشابيتر 3 واللي قريناه واللي فيه كومون اون امبليمونت لي ديفيرونت ميثود. نبقاو هنا في لا بارتي هذه واللي هي لا بارتي دو لا لوجيك. كيس كون فا فير ايسي، اون فا فير لي شوز سويفون. اولا رايحين نمدو دي كونديسيون كي نقولوا لا سينيفيكاسيون، واش هما؟ ان انسومبل دو كونديسيون، مجموعه من الشروط كي سون توجور ساتيسفايت، كي سون توجور ساتيسفايت، دي كونديسيون كي سون توجور ساتيسفايت. هذوما لي كونديسيون كي سون توجور ساتيسفايت، مادام دي كونديسيون سي دو لا لوجيك. هاكم قريتو لا لوجيك في لو بروميي سيمستر، سو سون دي كونديسيون كي سون توجور ساتيسفايت. اي سي كونديسيون يخرجوا لنا دو جونر دو ريغل ولا دو جونر ديكسبريسيون، كاينين اللي نسميهم لي بري كونديسيون، لي بري كونديسيون، وكاينين اللي نسميوهم لي زاكسيون. لي بري كونديسيون واش معناتها؟ معناتهم شروط يجب ان تتوفر باش نقدروا نطبقوا لوبيراتور. نعطيك مثال ديما ليكزامبل دو لابيل، مثال لوبيراتور ديبيلي باش نقدروا ننفذوه لازم تكون لابيل نوت فيد، معناته لو تيست فيد لازم يكون غلط، يعني لازم يخرج نيجاتيف. كي نقولوا غلط معناته يخرج نيجاتيف. صومي باش تتكزيكيتا صومي لازم تعود لابيل نون فيد. فوي سي سا، هذا واش معناته؟ بيل فيد ما تحتاج حتى شرط، بيل فيد ديما اكزيكيوتابل. امبيلي ما تحتاج حتى شرط، معناته ديما تقدر تمبيلي، ولكن لان نفترض باللي لابيل لا طاي نتاعها الي ليميتي، ما عندناش مشكل في الميموار. لو انه عندي مشكل في الميموار هذه امبيلي يعود عندها دي كونترينت، ما نقدرش نمبيليو الا اذا كانت لابيل مش لابيل مازال ما لحقتش لو ماكس نتاعها. وحنا رانا نحكوا على لي تيب ابسيد دوني، في لي تيب ابسيد دوني نورمالمون اوني انديبوندون دو لا ميموار، اون سيبوز كو لا ميموار الي ليميتي. على ذيك بيل فيد وديبيلي وتيست فيد هذوما سو سون دي زوبيراسيون ولا دي زوبيراتور كي نون با دو كونترينت، ما عليهم حتى كونترينت، ما عليهم حتى بري كونديسيون. اما لي زاكسيون فهم دي ريغل كي سون اوسي توجور كوريكت مي كي نو كونسيرن با دي بري كونديسيون سي ليكزيكسيون. اي اون فا فوار مينتونون سي فو فولي دي زيكزامبل. نبداو بلي بري كونديسيون نتاع لو تي ا دي بي. اوكي هاي رانا يا جماعه راني هنا، راني في لابارتي سيمونتيك. قلنا لابارتي سيمونتيك نخرجوا منها دي بري كونديسيون، نخرجوا منها دي زاكسيون. اوكي رانا خدمنا من قبل لابارتي
syntaxique نتاع لابي واللي فيها لابي الفيد امبيلي ديبيلي تيست فيد صا نروحو دركا لا بارتي سيمونتيك اي بان جو جيكري لو مو سيمونتيك سي فو فولي سيمونتيك هاي سيمونتيك وبعد ما نكتب انا سيمونتيك نبداو بلي بريكونديسيون بريكونديسيون شروط مسبقه يجب توفرها او مسبقا ينبغي توفرها من اجل تنفيذ العمليه بيل فيت ما لازمتها حتى شرط مسبق غير معنيه اون بيلي ما لازمتها حتى شرط مسبق لان اون فاسي بوزي باللي لا بيل هذه ما عندهاش ان ليميت باسكو سي ابستري انديبوندون دو لا ماشين دي بيلي باش انت تقدر تنفذ دي بيلي وتعطيك بيل وما يخرج لكش ايرور لازمتها لا بيل اللي تمدها الدي بيلي ما تكونش فارغه ما تكونش بيل فيد ما تكونش ديك وين جينيرات اي با لا بروميير بريكونديسيون واش هي هي انه دي بيلي نكتبوها كيما هكذا هاي لا بريكونديسيون دي بيلي نمدو لها لا بيل بي هذه لوبيراسيون اللي ديفيني ها ديفيني سي اي سولمون سي كيما هكذا نعبروا عليها في لا بريكونديسيون معناته هذه لوبيراسيون دي بيلي بي اللي ديفيني سي اي سولمون سي وكتاش تكون ديفيني الا اذا كانت لا بيل بي هذه ماشي فيد سي سولمون سي نو تيست فيد بي هذه هي لا بروميير بريكونديسيون انه باش احنا نديبيليو من بيل لازم تكون لا بيل هذه كي نيكزيكوتيو عليها لا تيست فيد تخرج لنا نون فيد ارجو درك انها تبدا تبان الصوره واضحه لماذا هذا لا بريكونديسيون رايح تساعدك من بعد انت باش تبروغرامي لا ميثود دي بيلي لانها تقول لك باللي اول حاجه تخمم فيها كي تبغي تكزيكوتي دي بيلي هو انك تشوف اسكو لا بيل الي فيد او نو اذا كانت لا بيل اني با فيد تقدر تكمل ليكزيكوسيون اذا كانت لا بيل الي فيد تعود لوبيراسيون دي بيلي غير قابله للتنفيذ فهمنا واش معناته لا سيمونتيك لا سيمونتيك هو مجموعه من القواعد تشرح لنا معاني العمليات بالنسبه لنا في لي تيب ابسيد دوني هادو من القواعد كيفاش نعبروا عليهم نعبروا عليهم بدي بريكونديسيون او لي زاكسيون هنا درنا مثال على لي بريكونديسيون هاهم لي بريكونديسيون دوزيام بريكونديسيون نمشيو تيست فيد باش انت تيستي ان بيل اسكالي فيد ولا لا هل لازم شروط مسبقه لا ما كان حتى شرط مسبق تيست فيد هذه تقدر تنفذها على اي بيل هز نيمبورت كيل بيل مدها لوبيراسيون تيست فيد تقول لك اسكالي فيد ولا نون فيد ما كانش ان كونديسيون نروحوا لصومي في صومي كاين مشكل صومي بي وكتاش هذه لوبيراسيون يعود عندها معنى الا اذا كانت لا بيل ماشي فيد لو كانت مد انت لو كانت بار اكزومبل في لونغر سي لو كانت تروح انت تحوس تلقى الصومي نتاع اون بيل وهذيك لا بيل الي فيد معناته لا بيل فيها نول الفوق واش يخرج لك تخرج لك ايرور اللي هي سيغمونطاسيون ديفولت معناته راك قاعد طاكسي ديال ان سيغمون اللي هذاك السيغمون مازال مازال ما صاتلوش لا لوكاسيون باسكو سي نيل نول سي بور سيت سي بور سيت ريزون لازم نحنا واش نديرو صومي بيل ديفيني سي اي سولمون سي نو تيست فيد بي ها دونك هذه سي بور لا بروميير بارتي داكور نروحو دركا لي زاكسيون هانا درنا لي بريكونديسيون لي بريكونديسيون واش معناتها تبقى تتبع فيهم وحده بوحده وتتساءل اسكو كاينين شروط لازمتهم يعودوا متحققين باش تعود لوبيراسيون هذيا تتنفذ ولا لا بيل فيد مش لازم اون بيلي مش لازم دي بيلي خدمنا لها تيست فيد مش لازم صومي خدمنا لها ارجو انه بالطريقه هذه تفهم وشو لافونتاج نتاع لي تيب ابسيدودوني هذا هو اكزاكتومون لافونتاج لافونتاج نتاع لو كور تاع لي تيب ابسيدودوني هو دو سوبوزي دي كيسيون جونر الغوريتميك هاو يبان باللي ماناش قاعدين نديرو في الالغوريتميك هنا قاعدين نخدمو في لا لوجيك مي سي سا لو برينسيپ هو انه انت كي تجي تحل مشكله تا
تكتب تحب تخدم الجوريتم انك تبدا تتساءل على واش الشروط الضروريه باش يعود الالجوريتم تاعي صحيح، واش الشرط الضروري باش تقدر ديبيلي، لازم لابيل ما تكونش فيرا، واش الشرط الضروري باش لابيل باش نقدر ندير سومي، لازم لابيل ما تكونش فيرا، باش من بعد ما يصراوليش دي زيرو دي ديكزيكسيون لو جونر اللي نشوفوه سيغمونطاسيون ديفولت واللي يواجه الاغلبيه نتاع الطلبه كي يروحوا باغ اكزومبل يخدموا بلي بوينتور. ايبا راهو لي تيب ابس دو دوني يقولوا لك يا مسيو الطالب رد بالك باللي انت قبل تكزيكوتي اون اوبيراسيون تي دو فير اتونسيون لي كونديس او بري كونديسيون، الشروط المسبقه هذوما هما اللي نسميهم لي بري كونديسيون، بري مسبق كونديسيون شرط، الشرط المسبق. داكور لي زاكسيون، لي زاكسيون وشو الفرق بين لي زاكسيون ولي بري كونديسيون؟ لي بري كونديسيون هما شروط يجب ان تتوفر حتى يمكن تنفيذ العمليه، بينما لي زاكسيون ماشي الهدف نتاعهم الشروط المسبقه. لي زاكسيون هما قواعد ولا شروط دوما محققه ديما صحيحه، نسميوهم هذوما لي زانفاريون. انفاريون معناته اشياء ثابته لا تتغير، فاريون تتغير، انفاريون لا تتغير. معناته هنايا رايحين نوضعوا مجموعه من القواعد العامه اللي دوما يحترموها لي زوبيراتور نتاعنا. لو كان انت كي تروح تبروغرامي كي تلحق لو نيفو دو لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي وتبدا تبروغرامي وتخدم لي ميثود نتاعك وتدلهم لي زامبليمونطاسيون نتاعهم، لو كان لي زانفاريون اللي رانا درك قاعد نقولوا لك عليهم يعودوا مشم متحققين في لحظه من اللحظات، معناته يا مسيو لا بروغراماسيون تاعك لامبليمونطاسيون تاعك الي ايروني الي ني با فاليد، راك غلط، راك غلط في لا بروغراماسيون. شكون اللي يقول لك راك غلط في لا بروغراماسيون؟ لانه انا من بعد كي نجي نتيستي البروغرام تاعك رايح نهز لو تيب ابسيد دوني ونشوف لي زاكسيون ونبدا نخرج لك لي تيست منا. شفت لا كونسلطاسيون في التيبي كيفاش تصرع يا اخي، يا اخي لونسينيو يجي ويقول لك هيا اكزيكوتي البروغرام، جرب بهذه وجرب بهذه، منين راهو يجيب في لي زيكزومبل هذوك لو جو دو تيست اللي نسميوه لو جو دو تيست؟ هذوك لي زيكزومبل منين نجيبوهم؟ نجيبوهم من معارف عندنا واش هي الحوايج اللي لازمتها ديما تكون صحيحه، واش الحوايج اللي تكون غالطه، وما وهذو حنا كيفاش نعبروا عليهم؟ نعبروا عليهم في لا سيمونتيك اون يوتيليزون دي بري كونديسيون او بيان اون يوتيليزون دي زاكسيون بور ريديجي لي زاكسيون. الفكره الرئيسيه اللي قلنا عليها من قبل واللي هي الاتيه، انه نهزوا ان انسبكتور نطبقوه على ان كونستركتور والنتيجه هنا انت تستنتجها. كيفاش تستنتجها؟ تستنتجها بالذكاء نتاعك، تستنتجها بالفهم نتاعك، او انت تمبوزيها، انت تقول له شوف هذا الانسبكتور كي يطبق على لو كونستركتور هذا لازم يمد لي هذه النتيجه، ما يمدليش حاجه اخرى. كان ما يمدليش هذه النتيجه معناته كاين خطا في الالغوريتم نتاعي. اي اون فا كومونسي، معناته منا واش نقدروا نستنتجوا؟ باللي اون جينيرال لازم تني شاك انسبكتور نطبقوا على ان كونستركتور، معناته لو كان يعود لو نومبر د انستركتور هو ان ولو نومبر دو كونستركتور هو ان، نتوقع باللي يعود عندي ان فوا ان اكسيوم. هذه هي اللي حكينا عليها من قبل. معناته كيفاش نلقى لي زاكسيوم؟ نورمالمون نعود فوت على المرحله وين خرجت لي كونستركتور وخرجت لي انسبكتور، والمرحله هذه واش ندير؟ نحكم ان انسبكتور نطبقوا على ان كونستركتور. وعلاش نقدر نطبق انسبكتور على كونستركتور؟ ها لانه الانسبكتور واش يهز؟ يهز ان دوني، لو تيب نتاعها واش هو؟ هو لو تيب دو سورتي نتاع لي انسبكتور بلطو لي كونستركتور. على هذيك نقدروا نطبقوا ان انسبكتور على ان كونستركتور. اي اون فا كومونسي نديروا هذا ليكزومبل اونسويت جو ماريت ايسي ونشوف اذا كان عندكم اسئله ولا نزيدوا نديروا حصه اخرى بوتيتر وين نشوفوا فيها دوتر زيكزامبل. دونك maintenant on va prendre le premier inspecteur. عندنا dans ce cas deux inspecteurs هما test vide somme وعندنا trois inspecteurs واللي هما هذه وهذه وهذه بليتو trois constructeurs هذه وهذه وهذه فوا trois. معناته نتوقع انه يخرجوا لي انا 6 اكسيون،
نبدا بالاولى تيست فيد. تيست فيد نمدو لها اون بيل واللي هي بيل فيد. وعلاش؟ لانه قلنا نديرو ها وين ها هي ها قلنا نحكمو انسبكتور ونطبقو على كونستركتور. ها هو الانسبكتور تيست فيد نطبقو على بيل فيد ومن بعد تيست فيد نطبقو على اون بيلي ومن بعد تيست فيد نطبقو على دي بيلي ومن بعد سومي باردون مش كما تشوفوا في الورقه هنا. قلنا واش عاد نديرو ها نعاود الانسبكتور نطبقو على الكونستركتور. اذا كان عندي ان انسبكتور وان كونستركتور معناته يعود عندي ان فوا ام اكسيون. مثال لابيل واش فيها؟ فيها دو انسبكتور تيست فيد سومي. وشحال فيها كونستركتور؟ 3 بيل فيد اون بيلي دي بيلي اي با 2 فوا 3 6 اي با واش معناته؟ رايح نطبق تيست فيد على بيل فيد تيست فيد على اون بيلي تيست فيد على دي بيلي نخرج 3 زاكسيون 3 زانفاريون 3 ريغل. ومن بعد واش نعاود؟ نعاود سومي على بيل فيد سومي على اون بيلي سومي على دي بيلي. واش راح يخرج لي؟ راح يخرج لي ثاني 3 ريغل يعودوا عندي في الاخير سي ريغل واللي هما لي سي زاكسيون. دون سو كا تيست فيد بيل فيد ماذا يساوي؟ هنا يجي الاستفهام. معناته انا في لاكسيون هنا الشيء اللي نقدر نعاونك به ها هو نقول لك شوف لي زاكسيون هنا كيفاش نخدموها. منا انت التخميم نتاعك التفكير نتاعك انت تلقاه. اول حاجه لازمك تعرف باللي النتيجه اللي عاد تخرج لك من هي لو تيب نتاعها نفسه لو تيب نتاع الانسبكتور. سو كو تي فا افوار ici doit avoir le même type que l'inspecteur. معناته تيست فيد لو تيب نتاعو بوليا لو ريزلت هنا بوليا تيست فيد بيل فيد هو ترو سا سي كلير. لانه حنا رانا نحوسو نتيستيو اسكالي فيد ولا لا اون بيل فيد تيست فيد تابليكي على بيل فيد ترو. نروحو نمشيو دوزيام اكسيون تيست فيد دوزيام اوبيراسيون اون بيلي. اتونسيون يا جماعه كي نعودو نكتبو اون بيلي دركا اكتبوها عمروها سي تان ابيل بي او بيل فيد ما عندهاش بارامتر كتبتها كيما راهي هذه عندها بارامتر. اسكو اون بيل اللي درنا لها اون بيلي بي او كي نديروها تيست فيد تخرج فيد؟ امبوسيبل فولس لانه مستحيل تعود هذه فارغه. على الاقل فيها لي ليمون او. هذه القاعده دوما صحيحه وهذه القاعده دوما صحيحه. درك انت يا تروح للبروغراماسيون اورينتي اوبجي وتخدم البروغرام تاعك بروغرامي بالسي بروغرامي بالجافا انا تحاسبني بحاجه واحده هاد لا ريغل ديما صحيحه هاد لا ريغل ديما صحيحه. نهار نجي نكونسلتي معاك تيبي نبدا نشوف لك هادو ما بعد نقول لك شوف ابليكي لي تيست فيد على بيل فيد ابليكي لي تيست فيد على لوبيراسيون اون بيلي باش نشوف اسكو لي ميثود تاعك مخدومين على الصح ولا لا. تروازيام كا تيست فيد على دي بيلي بي هذه هنايا تيست فيد رانا نحوسو نتيستيو اسكالي فيد ولا لا دي بيلي بي اسكالي فيد ولا ماهيش فيد. مانتونون اسكو سا فا مو دوني يعني لا كيستيون كي سوبور اسكو سا فا مو دوني ترو او بيان سا فا مو دوني فولس. Maintenant, dans ce cas d'Ipilipi, je vais vous dire, en Pilipi, tu me dis une nouvelle pile. Tu me dis une nouvelle pile. Où il y a la pile pi, il est limon E. Pardon, en Pilipi E, tu me dis une nouvelle pile. Où il y a la pile pi, bien sûr, avec l'élément E. D'Ipilipi, elle va me donner une nouvelle pile. Bien sûr, ici, d'Ipilipi va me donner une nouvelle pile. Et cette nouvelle pile, normalement, c'est la pile duquel on a dépilé un élément. Duquel on a dépilé un élément.